Hello hello les amis, Kidelin, la Basilicum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le canal ديالي. On se retrouve pour une vidéo la silsila اللي كتعجبكم بزاف اللي عندها علاقه بالديكور ديال الدار. الوغ باش نكونوا متفاهمين من نهار الاول، انايا ماشي مهندسه ديكور، ما قريتش الديكور، ولكن سي كيكشوز كي مانتيريس بوكو، من ديما كيعجبني بزاف هذا المجال هذا، وكنحاول نبارطاجي معكم شي شويه ديال الذوق ديالي وشي شويه ديال لي زاسيس اللي كندير عندي، لاخاطش بزاف منكم تعجبهم بزاف كيفاش كنديكوري لي زيسباس وكيفاش كيفاش كنديكوري تو سامبلومون الدار ديالي خصوصا ديال المغرب ولا فاش كنت في كندا وداكشي وداكشي علاش جي ديسيدي دو كومونسا افير سي فيديو ودايغ تيعجبوكم بزاف. الوغ اوجوردي غنديرو انا وياكم واحد لا فيديو ديال لي باز، غنديرو شنو هما الاغلاط اللي كيتواردو مالوغوزمون في الديكور. الوغ باش نكونو متفاهمين، الديكور كيبقى عندو علاقة بالذوق الشخصي ديالنا، يعني il n'y a pas vraiment de règles et de bases mais كاينين سيغتين شوز اللي تقدروا ديروهم اللي تقدروا تابليكيوهم في الدوام ديالكم باش يكون ديما الصالون ديالكم ولا لانتيريور ديالكم ولا فوتر اسباس دو ميزون يكون ديما زوين كيبان شيك كيبان رافيني وكيبان سورتو الا. غادي نبداو بالغلط نمبر 1 بالنسبه ليا في الديكور ديال الدار، هو لو ماتشي ماتشي. ناري شحال جو ديتيست الماتشي ماتشي، واللي كنعني ماتشي ماتشي هو مثلا فاش كتمشيو تاخذوا شي صالون وكتاخذوا مثلا كي لا طابل باس كي لو موبل تيلي كي لا بيبليوتيك كي لا طابلا مونجي، يعني كلها اون سول كوليكسيون. الوغ سي كيكشوز لي كانت متوارده بزاف لي زاني لي دازو، ولكن راسوني بلو دو تو ا لا باج ني ا لا مود. سا دون واحد لي في فييو، سا دون واحد لي في ديباسي، اي اون بلوس دو سا دابا لا توندونس هي فاش الواحد كيلعب لي ماتيغ وبلي كولور. يعني مثلا غتلقى وانا عندي في الدار لعبت بشويه ديال النحاس، شويه ديال لو بوا، شويه ديال لو مابغ، شويه ديال الدوري، شويه ديال لارجونتي. يعني يفو فريمون كري واحد البالانس، واحد لا بالانس، واحد التوازن في الديكور ديالكم عند في الدار، وتحاولوا تلعبوا بلي ماتيغ. شحال ما دخلتو لي ماتيغ ناتوريل شحال ما هو هذاك، شويه ديال لو بوا، شويه ديال الغافيا، شويه ديال النحاس، لو مابغ، لي بيير، تو سا. مي بيان سور ما نشارجيوش وما نكثروش، نحاولو نديرو داكشي بأون ديليكاتيس تكون زوينة على لو ماتشي ماتشي ديال لي ميبل. الوغ كيفاش نديرو نتفاداو هذاك الغلط، ولا كيفاش نحاولو نتفاداو كاع الأغلاط اللي غادي يجيو من بعد؟ هو تو سامبلومون قبل كاع ما تبداو ديكوريو ليسباس ديالكم، ولا قبل كاع ما تبداو تمبليو في الدار ديالكم، ولا تعاودو الديكور ديال داركم، نحددو أن ستيل، نحددو اون فيجن، نحددو واحد البلان. ميمكنش نبقى نمشي انايا مثلا باغا نبدل الصالون ولا باغا نبني الدار من جديد ولا شي حاجه، نبقى نمشي ندور في لي ماغازان واللي اللي عجبتني نشريها ولاصقها مع بعضياتها. سوني با كوم سا باسكو ديرو تختاروا بعدا لو ستيل اللي بغيتو ديك لا بياس تمشي فيه، خاص يكون داكشي اوموجين. سورتو بعدا الا كان عندكم ان اسباس اللي هو محلول، بحال دابا مثلا انا عندي لا كويزين محلوله على لا صالا مونجي محلوله على الصالون، يعني ضروري هاد لي تخوا اسباس خصهم يكونوا متجانسين اونصومبل، ماشي واحد كيسرق واحد كيغرب. داكشي علاش نختارو لو ستيل ديالنا من الاول، واش غنمشيو سوغ ان ستيل كونتومبوران ولا واش غنمشيو سوغ ان ستيل بوهيم شيك. سي ان بو سكو جي في انايا عندي في الدار، سي ان ستيل ان بو بوهيم افيك لي بومباس شيك افيك لو بيج لو دوري اي تو. و لا بتيت توش ولا لا بتيت سيري سور لي غاتو، دخلت داك الطابع التقليدي الاصيل ديالنا، زدت النحاس، درت فريمون داك لي لومينير بالنحاس اي تو سا بور فريمون ادوسير لي سباس، ما يبقاش داك الشيك ترو كيما كنشوفو عند طول الموند. مي جولي فريمون نزيد داك الطابع المغربي عندي في الدار باسكو لا فيغيتي كنت موحشاه. دونك نختارو لو ستيل ونختارو حتى لي كولور ديالنا. لي كولور سي تري امبورطون انا نختارو لا باليت دو كولور باش ما نمشيوش نبقاو موضرين. الوغ شحال هادي كانوا كيتداروا داك لا ديكوراسيون بدو كولور، يعني مثلا كتختار صالون في البيج ولا في البلون كاسي وداكشي وكتزيد معاه اون كولور، كدير داك البوب اوف كولور. ديك البوب اوف كولور انا لا فيغيتي ما عمرها ما عجبتني باسكو كتجيني بورين، كتجيني مملة، كتجيني دغيا تطلع في الراس وكتجيني بلات الله اكبر. دونك وحنا كنختارو لي كولور ديالنا نحاولو نختارو واحد لي كولور مثلا نمشيو سوغ دي طون، يعني دي طون ترابيين، دي طون فخوا، دي طون شو، نحاولو نديرو اون بيتيت باليت دو كولور، واحد ثلاثة ولا أربعة تلوينات اللي كيتجانسو مع بعضياتهم، باش ما يجيش قوة تلوانات عاوتاني عندكم تفهموني غلط، مي دي كولور اللي كيتجانسو مع بعضياتهم، و اللي كيعطيو الحياة لهداك لوندرو، اللي كيردوه كوزي، واللي كيردوه تو سامبلومون شالور. أنا عندي في الدار اختاريت لو بيج، اختاريت لو فيغ ان بو ان فيغ كاكتوس ان بو ان فيغ ان بو مينت مي كي رابيل ان بو مراكش، واختاريت لو تيراكوتا حتى هو كي رابيل مراكش. هاد ثلاثة لي كولور هما اللي لبست اليوم على الصالون كامل ولا ليسباس كامل اللي عندي اوفير. دونك زدت ان بو لي طابلو حتى هما فات اللوينات، زدت انا الطابلو تما. دونك كنحاولو نختارو اون بيتيت باليت دو كولور اللي ما تجيش ترو شارجي وما تجيش هارش العينين ديالنا، مي اون ميم طون تكون متجانسه وكتعطي الحياه لهذاك ليسباس فين حنا كاينين. واحد الغلط اللي متداول بزاف حتى هو، هو راه صراحه جوج اغلاط مخشيين في واحد، هو ليسي لي ميور فيد و ليسي شراجم بلا
لي ريدو ديالهم. الوغ انا راني باقا دايره هاد الغلط داير، راني باقا دايره هنايا كل مره كنقول غندير ريدو غندير ريدو غندير ريدو غندير ريدو، مازال ما بغاتش يكتب داك الريدو انه يتدار. وداير راه كاع هاد الاغلاط لان اليوم كنعاود لكم انا براسي درتهم اسا اترافير سا كتعلمت وتحسنت وجي تيستي بلان دو شوز اي تو، وهادشي كامل كنديرو لكم سي ان روتور ديكسبيريونس على حسب داكشي اللي انا يدوز. لو فات دابيي لي مور و لو فات دابيي نو فينيتر افيك دو جولي ريدو اون لان توجور دو فوالاج، ميم كوم ديرو دوك لي ريدو اوباك عافاكم دو فوالاج بور ليسي ديك لا لوميير ناتوريل دخل عندنا و بور ليسي ان افي دو ترانسبارونس كيجي فريمون تري تري شيك. اي ابيي لي مور كو الا كانوا عندكم مثلا شي بلاصه كتقدر تمكن لكم انكم ديرو دو بابيي بان، شوازيسي ان بو بابيي بان تيسي افيك دو بيل كولور اي تو كيجي مانيفيك. سينو الا مثلا انايا عندي دي مور اسي بوتي جي با بوكو د اسباس عندي البلاصه اصلا صغيره، دونك الا درت البابيي بان تقدر تانكومبرا كندير لي طابلو. دونك مثلا هنايا دار ان جولي طابلو لي اون بيرسون فريمون غاليه عليا هي اللي دارتو ليا. هنايا دو ميم وفهاد لو ميغ هذا اللي كتشوفو هنايا كندايره مرايا هي تقات ان شاء الله غادي ترجع. المرايا اي ان اكسيلون اليمون بوغ ابي لي ميغ ديالنا سورتو الا كانت عندكم لا سيرفاس صغيره، لاقاش المرايا كتعكس الضو اي بيان سور كتكبر. انا من نهار تحيدت المرايا ولا فريمون يبان ليا الحيط الوغ كو افون كان كيبان ليا بحال سي اون كونتينيتي ديال الصالون. اي لو فيت دابيي لي ميغ سورتو افيك دو جولي طابلو، انا بيرسونيلمون لو طابلو كيبقى عندي لا يعلى عليه افيك دو جولي طابلو سي سكي روند الدار ديالكم شيك و رافيني. اي اون بارلون دو مور الحيوطه ديالكم عفاكم في الصباغه ما عمركم ديروا كل حيط في لون ولا قوه الوانات في الحيوطه ولا قوه الوانات في البابي بان، حاولوا ديما يكون داكشي متجانس وزوين. ومن الاحسن ديما لي مور يكونوا توجور دو لا ميم كولور، اون كولور كي اسي كلير كي اسي لومينوز، و ابري فو زالي لي زابيي كوم فو فولا افيك دو جولي طابلو سا دون فريمون ان اير تري تري شيك. On va parler tapis d'abord. Les amis, les tapis d'yona, un élément indispensable. في لا ديكو ديالنا بعدا عفاكم فاش يسخن الحال ما بقيتش تحيدوا لي طابي، راه عندنا العيالات المغربيات ودايغ لي فامي المغربيات اون فوا كيسخن الحال ما تبوش كيجيب ليكم الله بلي داك الطابي غيصهدكم ولا، وكتحيدوا لي طابي وكتعريو الصالون راه سوني با جولي ان فيت بلو سا سيل فو بلي. لو طابي اي ان اليمون اسانسييل ديال لا ديكو راه حيتاش كيما اون ابي لي مور ديالنا راه يفو اوسي ابي لي سول، راه بلاصه بلا طابي كتبقى ديما تبان ناقصه. انايا افون فاش يلاه مبليس الدار كنت في لا سالا مونجي ما كنتش دايره ان طابي باسكو جو نتروفي با انكور لو طابي كيل فالي. في الاول عاد جيت ان تران دو مو ديسيدي انت واش ندير طابي دايره ولا واش ندير طابي كاريها وداكشي كامل. وعرفتو راه اون فوا حطيت الطابي تحت لا طابل راه الصالون كله تبدل. مع كيما قلت لكم انا عندي هادشي محلول يعني فريمون لو طابي راه سي كيك شوز دامبورطون، ولكن كيبقى في كيفاش غتختاروا لو طابي ديالكم. الا بغيتو ابري اون بو فريمون فير دي بيتيت فيديو هكا بلوس ديتايي على كل حاجه، ولكن لي طابي اللي نقدر نقول لكم عليه هو انه لو طابي دو باز خاصو ديما يكون كالكولي على حسب ليسباس ديالكم وعلى حسب لي موبل اللي غادي تحطوا فوقو. لو طابي ما خصو جامي يكون صغير، بيكون محطوط فوسط مثلا. الا انا غنحاول ندير لكم دي فوتو بور ايليستري لا شوز، ولكن ديما لو طابي دو توجور انكلور لي موبل شتو واخا ما يتحطش لو موبل. مثلا انا عندي لو كانابي راه خارج شي شويه على الطابي، ولكن اومو النص ديالو راه محطوط فوق الطابي يعني ساكري واحد لا بالونس. فاش كيكون مثلا لو صالون كبير ولو طابي غير صغير ورجع غير ديك الوسط سي فريمون با جولي. احسن حاجه هو لو طابي فاش كيكون كبير وكيكون لو صالون محطوط فوسطو، عرفتو صادون بعدا واحد ليفي ديال الكبر صادون ان ايفي تري تري شيك. مي سي با توجور بوسيبل. مثلا انا عندي هنا صالون صغير سورتو لو تيب دو طابي اللي انا كنت باغا كان فريمون غالي بزاف، كنت باغا ياخذ ليا المساحه كامله. داكشي علاش غشيت ان تي بو خديت ان طابي كي مويان توجور في لو ستيل اللي انا كنت باغا كي انكلو تو لي موبل ديالي اي اللي كيعطي فريمون ان تري تري بيل افي. لا ميم شوز بور لا طابلا مونجي، راني مشيت الناس وشفت بلي حاطين لا طابلا مونجي مثلا لا طابلا مونجي دايره دايرين ان طابي من تحت منها ولكن لي شيز خارجين على الطابي. هذا غلط 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 غلط. كيما كنشوفوا ديما عقلوا على هادي لو طابي دو انكلور تو لي زيليمون دو موبل، واخا ما يكونش محطوط كامل او ما يكون محطوط النص ديالو ولا اون بارتي منو بيضا. هي المهم اي دو انكلور لي موبل كاملين ديالكم اللي غتحطوا فوق لو طابي واللي كاينين في داك ليسباس. ان اليمون تري امبورطون في لا ديكو ديالكم في الدار سورتو الا بغيتو الدار تكون شالوروز وتكون كتريسبيري الحياه هو لي بلونت. لي بلونت شي حاجه اللي اساسيه في الدار. حاولوا من الاحسن تاخذوا دي بلانت لي ناتوريل ماشي دي بلانت سينتيتيك، واخا سي با توجور ايفيدون دافوار لا مان فيرت واننا نبقاو كنعتنيو بلوك لي بلانت لي عندنا، ولكن لي بلانت فوس مالوغوزمون من غير الا فاش كيكونوا فريمون غاليين بزاف كيبانوا بلي سي دي فوس وكيردوا لي سباس تشيب اي سي با سكون. حنا بالعكس بغينا نديرو ان اليفيت لو ستيل ديال الدار ديالكم وبغينا نحسنوا على الاحسن. اي داكشي علاش من الاحسن تاخذوا دي بلانت ناتوريل. تقدروا اوسي تغشوا
بحالي وديروا دي بلانت سيشي دي فلور سيشي. انايا كما قلت لكم دايره ان ستيل بوهيم مروكي شيك عندي شويه في الدار اي داكشي مدخله دي بومباس وغتلقاو بلي الكولور اللي انايا بدا هذا لو فاز لي بومباس كل مره كنلعب به مره كندخل فيه شويه بلو مره كنخليه كولور بيج مره كنزيد فيه الاحمر مره كنزيد ليه الجون مهم كنلعب لي كولور دي بومباس على حسب لي كولور اللي عندي في الصالون وكيسكو جو فون نخرج منه اي سي كيك شوز كي دون ان ايفي تري شيك على ميزون سورتو كسي تري 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 على مود. ولكن عندكم ما تجيوش تحطوا لي بومباس باسكو راه شفت بلي لي ديرنيير موا لي ديرنيير زاني لي بومباس ولاو هيبر على مود ولكن كاين غير اللي كيهزهم وما كيعرفش يكري بهم شي حاجه لي زوينه وسورتو ما كيعرفش يدمجهم في الديكور ديالك. راه الا كان عندك مثلا صالون بلدي ما غتمشيش دير فيه لي بومباس خاص فريمون يكونوا هاد لي فلور سيشي ولا لو تيب دو بلانت لي انت غتاخدي يكون ملائم للصالون وليسباس ديالك. وتقدروا اوسي تغشوا بواحد شويه مثلا انايا مازال ما كتبتش نمشي ناخذ باغا ان جولي باناني عندي في الدار ولا ان جولي كاكتوس المهم هذا انا كنشوف مين ديال سباس صغير داكشي مازال كنغش حد الان ومازال ما زعمتش ناخذ اون غروس بلانت كنغش بلي فلور تو سامبلومون مره في السيمانه كنمشي للفلوريست ديالي ديال المارشي كيدير ليا ان جولي بوكي وجميكلات مره نديرو في البيض مره نديرو في الغوز مره نديرو ملتي كولور اي تو سا راجوت داك لو كوتي ديال الحياه في الدار سا راجوت دو لا فيردور اي سا في توجور بليزير دو رونتري شي سوا دو فوار ان جولي بوكي دو وات عندك وحتى باش كيجيو عندي لي زانفيتي كي كيدخلوا كيشوفوا البوكي تيفاجئ ليهم. اي فوالا لي زامي كانت هادي هي لا فيديو ديالنا اليوم جيسبر تكون عجبتكم وسورتو تكونوا دوزتوا وقيته زوينه معايا. انا حاولت نلخص لي زيغور اللي كيقدر يدير اي واحد في الدار ديالو ميم دي فوا سون سون روندغ كونت وسورتو دوينا اليوم على الصالون على الصالون دو ليفين روم صالون اوسي ان بو لا صالا مونجي وداكشي كامل. الى عجبتكم هاد لا فيديو ما تنساوش تقولوها لي في لي كومونتير نقدر نكمل هاد السلسله هادي وندير لكم مثلا الاغلاط اللي ما نديروش في الحمام الاغلاط اللي ما نديروش في لا شومبر كوشي فريمون عطى الله ما يتقال في هذا السوجي هذا دونك نيزيتي با ندير ان كومونتير ان توكا انا سما في ان انورم بليزير دو فو ريتروفي اوجوردي بور اون فيديو ديكو فو سافي كو جادور سا اي سي كيك شوز كي مي باسيون جو بونس كو في حياه اخرى كنت جو بونس ديزاينر لا اركيتكت ولا ان تريك دايير لا بتيت انيكدوت انا يا جالي فيغ اركيتكتور كنت غنكون نورمالمون اركيتكت دانتيريور مي سي دي ربي اي لا في انا في اوترمون اي اكتيلمون جو سوي انفلونسوز اي جو سوي دون لا كوزميتيك مي سي توجور كيك شوز كي ما انورميمون باسيوني وباغا ان شاء الله شي نهار ندير جو سي با ان بروجي ولا شي حاجه اللي عندها علاقه بالديكور اي سورتو سا ما في بوكو بليزير ما تقدوش تصوروا شحال كيعجبني الحال فاش كتشكروا اشاك فوا نحط شي حاجه زوينه ولا اشاك فوا ندير شي حاجه ديال الديكور ولا اشاك فوا نوريكم هكايا كوموند غيسي اون طابل ولا شي حاجه تيعجبني الحال بزاف. ان توكا لي زامي بركه من البلا بلا جو بونس كانت لا فيديو جات اسي طويله بركه اون سو ريتروف تري تري فيت ان شاء الله بوغ اون نوفيل فيديو لايكيو شجعوني والله العظيم راه سما في انورميمون بليزير وما تقدوش تصوروا شحال كيعاونني اللايك ديالكم كوم سا لا فيديو كتطلع لبلوس دو موند اي تابوناو القناه لاول مره تحوا في لا فيديو ديالي ومازال ما تابونيتوش دوكو سو ريتروف تري فيت ان شاء الله بوغ اون نوفيل فيديو في القناه ديالي باي باي.